التصميم عن طريق الكود. الفكرة العامة انه لغة اكزام آل، الناس اللي مشتغلة على الفرونت اند ديزاين او ماخذ لغة اكزام راح يكون يشوف العملية بسيطة جدا علي. لغة اكزام آل هي لغة تاج، يعني مش جزء الاساسي ومشابه للغة HTML المستخدمة في هيكل الصفحات الانترنت. وتلاحظ انه اصلا في الاساس انه هذه الصفحة الرئيسية، لو نرجع عليه نعمل زوم عليه fit to all، هذه الصفحة الكلية البيج، تلاحظ انه الان فاتح تاج من نوع ايش؟ من نوع بيج، وهذا التاج راح يبدي يغلق لك في الاخير بهذا الشكل. ثم بعد ذلك داخله، بما انه احنا الان هذه البيج لها خصائص، وبالتالي ضمن الخصائص الخاصة فيها انه يستخدم في مكتبات معينة، هذا اللي هو XML NS، هذا يستخدم لك المكتبات اللي راح تعتمد في عملية التصميم. اوكي، لو تنزل الاسفل راح تجد عندك ضمن هذه البيج، يعني داخل هذه البيج موجود عندك جريد، وجريد هي حاوية، حاوية يمكن من خلالها تقوم باسقاط الادوات وتقوم باعطائها فد تباعد معين عن مقدار الاكس ومقدار الواي من اتجاهات المختلفة واتجاهات الاربعة. طبعا هذا العمل السابق انه احنا قمنا باسقاط هذا البوتن، اوكي هذا البوتن، وقلنا انه هذا البوتن ضمن الخصائص اللي انا غيرتها تم توليد هذا الكود. الان خليني احذف هذا البوتن وابدي اضيفه من جديد على اساس يكون عندك ايش؟ على اساس يكون عندك يعني انه انت تصمم بشكل مباشر عن طريق كود XML. فابدي افتح التاج بهذا الشكل وراح اقول له انه انا عندي ايش؟ عندي عنصر من نوع بوتن، فراح اقول له اوكي عندي بوتن وابدي بغلق هذا التاج. طيب الان هذا البوتن له خصائص معينه، وبالتالي داخل التاج الاول ابدي اعطيه الخصائص الخاصه فيه. على سبيل المثال ابدي في المقدار الويث مالته اعطيه في مقدار على سبيل المثال 170، اوكي، ثم اعطيه مقدار الهيت الخاص فيه واجعله بمقدار مثلا 60. تلاحظ دي يتكون عندك البوتن. ثم بعد ذلك يمكن اعطيه مقدار الكونتنت، يعني الكونتنت الخاص فيه، على اساس مثلا يكون عندك عباره عن كليك مي. واخيرا يمكن ان اعطيه مقدار ايش؟ مقدار المارجن، وهي الحواف، الحواف الخارجيه او التباعد الخارجي الخاص فيه. يمكن اعطيه مقدار 100 المارجن الحواف، يتم يعني هذه الحواف التباعد عن الـ يعني الاعلى والاسفل واليسار واليمين، فاعطيه مقدار 100 مثلا و100 على سبيل المثال 0 او 0 100 0. اوكي، فالان تلاحظ انه جميع شيء دا اكتبه والخصائص اللي انا دا اكتبها راح يتم تطبيقها ومشاهدتها بشكل مباشر على هذا البوتون. خليني مثلا اعمل عليه فيت يعني زوم بمقدار 100% حتى ابدي اشاهده، وابدي على سبيل المثال اكمل مع الخصائص. فمثلا اعطيه في الباك كلر باك جراوند، يمكن اعطيه مقدار او لون باللون بلاك، اوكي، ثم بعد ذلك اعطيه في الفور جراوند، في الفور جراوند فور جراوند كلر او اجور، اوكي، راح يكون عندك بهذا الشكل. يمكن انه انت الان تقوم بتطبيق كافة الخصائص اللي موجودة عندك هنا أنا عن طريق كود XML. طبعا هذا راح يبدي يعطيك انتاجية عالية في العمل، على سبيل المثال انه عندك اصلا خصائص وعندك تصميم جاهز، فبدل انه تقوم بسحب وافلات وتقوم بتكرار العمل، يمكن تاخذ الكود بشكل مباشر كوبي وبيست وتقوم بتغيير بعض الخصائص الخاص فيها حتى ينتج لك التصميم المعني. اذا بهذه الطريقة تتم عملية التصميم في XML، انه انت تعتمد على التاجات، تفتح التاج الخاص في الكائن ثم تعطيه الخصائص الخاصة فيه.